ما تقانا سورة دولي قانتا ثلث القرآن صدح ميلود مركة قرآن كان لقد قمنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام لبقية تبنس حبيبا كورين أيوك لنوعا أبي الدرداء وحليه أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن نبي قال ويولي والمتكين ميوك عاجز يا مالين تينو آخر يوم قرآن كالثلثي صدح ضلال وضلال وكيف يقرأ وإلهي رسولك سيوسي ثلث القرآن الله آخر كريه أبي ويدية قال قل هو الله أحد يعدل ثلث القرآن من المكمل قل هو الله أحد وحول لك ما محي قرآن كصدح دلال والدلال بقول لك ما بقول لنبي عليه الصلاة والسلام بخارنا يسنوع أبي سعيد كورنيا نبو مغلي أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد نبو مغلي نك لو قل هو الله أحد وكوعي العلنية وحيد هذا وقتادة بن النعمان سامعنا وابي سعيد كان لفتي سيد هذا الله بدون قرابة مالك هاي همين قل والله هو ضب مغلق همين ورد الأخرينية تبا تنمر كي واقو بريبو النبي قوي عليه الصلاة والسلام ووشين ننبان حاية المغلق قل والله هو ذا كأنه يتقال من أبو يا رئيس دي واللفظ ذاتي منك نو قل والله مقران آخرية قل والله ابنك قاعد الإعلانية المامية مرقس النبي قوله والذي نفسي بيدي إنها لتعدل ثلث القرآن قل والله هذا رفض ستيه نودي سين وحي الأخرينية وحور لقما بكو يلي نبو عليه الصلاة والسلام ثلث القرآن بقول لقما